فرق تسد. كانت الاستراتيجية المهيمنة على سياسات الاستعمار البريطاني، والتي من خلالها سيطرت بريطانيا على مقدرات الشعوب وصادرت خيراتها، حيث عمدت في أكثر من موقع إلى تقسيم حركات المقاومة التي واجهت الاستعمار، مستخدمة سياسة العصا مع البعض والجزرة مع البعض الآخر. مراقبون يرون أن العائلة الحاكمة في البحرين التي كانت تغير على سفن شركة الهند الشرقية البريطانية قبل أن تتحول إلى مرتزقة تحمي تلك السفن في القرن 18، تعلمت السياسات البريطانية في التعامل مع المعارضين. ويتابع المراقبون أن التصريحات التي أطلقها الحاكم حمد عيسى الخليفة صباح اليوم الخميس من استمرار الحوار واحترام قيادات المجتمع والشيخ عيسى قاسم من جهة، والقرار الذي اتخذه في تهجير الشيخ حسين النجاتي قسرا من البلاد هي تجسيد للسياسات البريطانية في تفريق المعارضة. وتساءل المراقبون عن إمكانية نجاح هذه السياسة اليوم بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها خلال السنوات الثلاث المنصرمة من عمر الثورة المتصاعدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمعة في أكتوبر من هذا العام. ولم يستبعد المراقبون أن الحكم يهدف من خلال تصريحاته إلى إغراء قسم من المعارضة للمشاركة في الانتخابات.